صباح الخير أعزائي المشاهدين من برنامج نور جديد ومن فضائية نور الشرق، اليوم الخميس 20 كانون الأول 2018. عيد الميلاد هو الولادة الجديدة، هو عيد الحب، عيد التسامح، وهيدا العيد مش مرتبط بتاريخ معين، هو عيد لكل يوم بحياتنا. كل يوم هو يوم لنتجدد ونحب ونسامح ونساعد. بتمنى لكم عيد ميلاد مجيد أعزائي المشاهدين، بيحمل معه الحب والسلام والفرح وراحة البال إلكن ولعيالكن. قبل ما نبدأ فقرات برنامجنا رح نتوقف مع السوشيال ميديا وشو اخترنا لكم لليوم. كيفك عم؟ هودي لالك. خلي لي إياك، لو الكل مثلك ما بيبقى حدا محتاج. عمو اشتري وردة. علم ولد وتطور بلد. معقول ما عندكم كيس نايلون؟ ليه وين عم ينفرز النايلون؟ منه رايح على البحر. بعده عم يسألني عن النايلون. يلي بيميزها انه اشطر ميكانيسيان. طور. لمبة التوفيق افضل بكثير. وطن افضل لحقوقنا وواجباتنا. تحت هاشتاج أنا الفرق، لازم نعرف الفرق، عرض موقع الأمم المتحدة على الفيسبوك لبنان هيدا الفيديو. كل واحد منا عنده دور مهم بالمجتمع، وكلنا معنيين بالتجديد وبالتحديات اللي بتواجهنا كل يوم. كل شغلة بنعملها قد ما كانت صغيرة بتعمل الفرق. سوا فينا نحسن مجتمعنا إذا اشتغلنا مع بعض. أدي هيدا الفيديو دليل على أنه التعاون كتير مهم من شان رفع شأن المجتمع بكل المجالات. كمان نضل مع السوشيال ميديا بمقصد اليوم. مقصد اليوم: اقترب العيد، لا تسمح لأمور الدنيا أن تأخذك من الأمر الأهم. هو الجلوس اليومي على قدمي الرب قرب المغارة للصلاة والتأمل بسر تجسد. ضيفنا مميز لليوم، دايما موجود معنا بفقرة تكلمنا بالأمثال، تنتناول معه موضوع الميلاد ونحكي على آخر أعماله الفنية. أهلا وسهلا فيك أب فادي ثابت. حبيبي أهلا وسهلا فيك. شكرا. شو هو الميلاد إذا بدنا نبدأ يعني حتى برنامجنا؟ أكيد حتى نفهم نحن عيد الميلاد. هيك بتطلع أنا بكلمة ميلاد شو بتعني؟ حرف الميم، حرف الياء، حرف اللام، حرف الألف، حرف الدال. ميلاد هو أول شيء حرف الميم، هو مجيء، نحن بنسميه مجيء. مجيء مين؟ مجيء يسوع. حرف اللام هو لقاء، حرف الألف لقاء السماء مع الأرض، لقاء البشرية مع الله. حرف الدال هو دعوة للتواضع، هو دعوة لعيش المسامحة، هو دعوة لنفتح صفحة جديدة مع الله. ومن خلال الصفحة هيدي بلشت مع يسوع يلي اجى حتى يكمل كل الأنبياء، حتى يكمل كل الأشخاص يلي اجوا قبل منه. مشان هيك مربولوس بيقول متى جاء الكامل زال الناقص. فمجيء يسوع المسيح هو لما تم الزمن، معناتها تم الزمن يلي فيه نحن بدنا نرجع لحالة البنوة. مشان هيك بالقديسة تيريزيا طفل يسوع بتسمي يسوع بالأسانسور، هو يلي تواضع حتى يرفع الإنسان. بس ليش يسوع إجا تنقول من 2018 سنة، ما إجا قبل؟ هلا الافتراض، الأسئلة الافتراضية ما حدا ما فينا نجاوب عليها. يعني يسوع كان واضح، أو الإنجيل واضح بيقول لك لما تم الزمن. يعني لما تم الزمن، الشغلات يلي نحن بنفكر فيها ياما مرات ما بنقدر انه نعرفها، بس الشغلات يلي بشوفها ربنا وبالطريقة يلي ربنا بشوفها هي غير الطريقة يلي بشوفها البشر. ممكن الانسان بهيدي الفترة ممكن تقدم اكتر على الصعيد الفكري وصار يقبل يسوع اكتر من قبل؟ اكيد انه الاوقات يلي يعني بنشوف مرات كتيرة انه لما اجوا لعند يسوع وحكيوه، يسوع قالوا له انه على ايام موسى ما كانت هيك. فبقلن يسوع هالشي هذا كان لقسوة قلوبكم. أكيد إنه الشعب تحضر مع الوقت ومجيء الأنبياء كلهم سوا. إذا بتطلع بكل نبي من هالأنبياء
كلهم سوا كانوا عم بدلوا ليسوع. مشان هيك بالإنجيل بيقول لك ولما تم الزمن. لما تم الزمن يعني لما ربنا شاف إنه الوقت صار مناسب إنه يبعت ابنه. يعني إذا بتجي بتطلع بكل نبي من الأنبياء، هالأنبياء كليتهم هودي بدلوا على يسوع. يعني إذا بتطلع بآدم، آدم هو المخلوق بدون زرع بشري، مخلوق من بطن التراب. نجي بنطلع بيسوع المسيح هو يلي مولود بدون زرع بشري، هو مخلوق من بطن مريم. هون كان في شجرة معرفة الخير والشر، كان في آدم وكان في حواء. بتجي بتطلع بالمزبة بتشوف المزبد يلي بيرمز لشجرة معرفة الخير والشر، آدم الجديد وحواء الجديدة. إذا بترجع على الصليب بتشوف الصليب يلي بيرمز لشجرة معرفة الخير والشر، بتطلع بآدم الجديد وحواء الجديدة. أي نبي إذا بتعمل كومباريزون بيناتهم بتشوف إنه كل هالأنبياء هودي مجيئهم كان حتى يدل على يسوع المسيح ولما تم الزمن. هيدا هو الأساس يلي نحن مرات كتير ما بنفهم ونطرح علامات استفهام ليش؟ هل ليش هيدي نحن ما بنعرفها؟ لأنه ربنا هو بيعرف أيمتى وكيف وليش. برفادي صار أنت موجود معنا بكلمتين على الماشي مش بيكلمنا بالأمثال. تغلبطنا. المهم إنه موجود معنا. مهم النية، مهم موجود. كنا نحضرك بفكرة كلمتين على الماشي، اليوم أكيد فرحانين بوجودك وتتحكينا عن الميلاد. هل البرفادي جسد الميلاد بمسرحه؟ هل في عمل بيحكي عن الميلاد؟ ايه صحيح انه انا بالبدايات تبعولي كان في عندي عدة اعمال. كان عندي اول ما بلشت كنت على كل عيد ميلاد كان يكون عندي مسرحية. يعني عندي مسرحية اسمها الميلاد فرح الطفولة، في عندي مسرحية اسمها ميلاد جديد، في عندي مسرحية اسمها الميلاد بين اللقاء والمصالحة. شيء ثلاث مسرحيات او اربع مسرحيات يعني هودي بالبدايات. بالبدايه تبعولي يعني لما كنت بعدني فرار. والجمهور مين بيكون؟ تلاميذ، طلاب؟ لا او لكافه العالم. كنا نعرضها للجراند بوبليك، بس انه الاشخاص يلي كانوا يمثلوا اذا بدك كانت البدايه. يعني كنت بعمر 18 19 سنه، اول مسرحيه كتبتها كان عمري 16 سنه بذكر، وكنت بعد ما صرت فرار. هيدي المسرحية عرضناها بمعهد الرسل جوني، وكنا مفتكرين انه نعرضها ابو يوم، وتفاجأنا انه هالمسرحية انعرضت على فترة طويلة، يعني اكثر من اربع اسابيع وخمس اسابيع كانت عم تنعرض. يعني هيدا دليل نجاح ومتابعة انه شيء جديد كان في رسالة معينة من خلال هيدا لا المهم انه كان شيء جديد بالنسبة للناس، والناس حبت من المسرحية. كانت مسرحية ميلادية، كانت مسرحية هادفة، ونالت اعجاب كل الاشخاص يلي كانوا عم بيشوفوا. وقلت لك صاروا يتنقلوها بين شبيبه، بين حركات. وقتها كان في شبيبه الطلبه المسيحيه، وانا كنت كتير مرتبط اذا بدك مع الشبيبه بهداك الوقت. كنت مرشد عام لشبيبه الطلبه المسيحيه بلبنان وبالشرق الاوسط، فكانت شغله جديده بالنسبه لهم، وكانوا يجوا حتى يحضروا هالمسرح. حاليا علاقه الاب فادي ثابت بالشبيبه وين عم بتكون؟ وين عم بتكون موجوده؟ هلا العلاقه تغيرت، مش لانه انا ما عاد، مش لانه انا بطلت احب الشبيبه ابدا، بس لانه الوقت بيتغير، العمر بيتغير، الانشغالات بتتغير. اكيد انه انا بعدني باتصال دايم مع الشبيبه من خلال المسرح تبعولي، من خلال البروغرامات تبعولي. في عندي الشباب اللي ملتزمين مع تشاريتي تي في ومع إذاعة صوت المحبة يلي بيدرسوا عندي مسرح، بس ما عدت أنا بالالتزام يلي كنت فيه. بقول لك أنا سنة 90 91 92 93 وما قبل، بالوقت يلي أنا كان كل وقتي مكرس للشبيبة. يعني لما كنت بتقول وين في مخيم بلبنان، ابو نفادي كان لازم يكون عنده بصمه، يا اما غنيه لإله، يا اما ترتيله لإله، يا اما هو بيكون موجود. هلا بالانشغالات الحاليه شغلات كثير بتتغير بحياه الانسان، وانا بنبسط لاخواني هيك الشباب بقول لهم رزق الله على هيديك الايام. يعني الايام هيك البساطه والبراءه يلي كنا نعيشها، واكيد بشجعهم كلهم انه يكونوا منخرطين. جمعية المرسلين مبدئيا اللبنانيه المواريني معروفه بهالروح، وفيها نكهه شبابيه، فيها مجموعه من الشباب، لانه نحن مرسلين. حياتنا كلها
مرتبطة بالاتصال بالناس على كل الأصعدة. اليوم رح نستفيد منك أنك موجود معنا، وبما أنه انشغالاتك كتير وما عم تسمح لك تكون مع الشبيبة، شو الرسالة اللي بتحب توجهها للشبيبة اليوم بزمن الميلاد؟ هلا أنا إذا بقول أنه أنا ماني موجود مع الشبيبة مش صح، لأنه أنا موجود على السوشيال ميديا بأعمالك لأنه أنا موجود على السوشيال ميديا، أنا موجود في عدد كبير من الأشخاص اللي بيتابعوني على السوشيال ميديا، يمكن ما عدت موجود إذا بدك على الأرض بالمخيمات تبعولهم، بس دايما اللايف كونتاكت الاتصال المباشر بتحس الشخص أنه عم تعطيه وقته وعم تعطيه أهميته. صحيح. فهيدا أكيد بيلعب دور بيلعب مع دور الشباب. كتير مهم. صحيح. أنه وبرجع بقول لك أنه أنا من هالناحية هيدي يمكن شوي صار فيني في تراجع وبعترف فيها، انما الوقت انه النهار 24 ساعة ما بتقدر انك تطوله اكتر. بهال 24 ساعة في عندك التزامات كتيرة، ان كان بالاذاعة، ان كان بالتلفزيون، ان كان بالمسرح، ان كان بالجامعة، ان كان بالمحترف، 24 ساعة ما بتقدر انك تطول اكتر. فبس اكيد انا الرسالة اللي بدي اقولها هي رسالة دائمة، لانه على الفيسبوك انا كل يوم بطلع على الفيسبوك، كل يوم بكون في عندي في رسالة يومية في اتصال مباشر مع المتابعين، بالاضافة لكلمتين على الماشي يلي بتتوزع على الفيسبوك. كل يوم في كلمتين على الماشي، كل يوم في كلمتين على الماشي، كل يوم في انجيل تقريبا، كل يوم بكون في تأمل حول الانجيل، بطلع لايف على الفيسبوك، وبكون في مشاركة من لبنان ومن خارج الاراضي اللبنانية حول كلمة ربنا وربنا شو بحب انه يقلنا. الله يقدسك بيرفادي بكل الأعمال اللي عم بتقوم فيها. بعيد الميلاد تقدم 3 هدايا ليسوع، فيك تخبرنا عنهم ونحن شو فينا نقدم هدايا اليوم ليسوع؟ هلا الهدايا يلي تقدمت ليسوع هي البخور وهي المر وهي اللبان. شو بيرمزوا الهدايا اللي تقدموا؟ أكيد إنه كل هدية في إلى دور، تقدمت للمسيح الملك وتقدمت للمسيح البخور يلي بيرمز للملوكية. مشان هيك نحن بحياتنا بحالاتنا وبقداسنا بنشوف انه نحن منبخر المسبح، وبنفس الوقت نحن منبخر الناس، حتى نقول له للناس انه انتم ملوك، انه انتم ملوك والملك تبعولكم هو جاي من ملك يسوع المسيح. وهذه شغلة كتير مهمة نحن لازم نعرفها. فكل الملوك قدموا للمسيح هدايا ملوكية، إنما ما فهموا إنه مملكة يسوع المسيح هي مش من هالعالم. يسوع المسيح هو الطفل يلي هو الملك يلي خلق بمزود، ما كان في عنده مكان يسند لإله راسه، وحياته كلية تساوى. صحيح إنه أسس مملكته، إنما المملكة يلي أسسها هي مملكة السلام، مملكة شليم، هو رسول السلام. مشان هيك لما يسوع كان موجود على الجبل التطويبات اعطى اذا بدك الاسس تبع مملكته، واللي فيها نقض مملكه العالم كله سوا. ولما بنشوف انه يسوع لما كان قدام بيلاطس قال له انت ملك، قال له نعم انا قلت، انت قلت انما مملكتي ليست من هذا العالم. مملكة يسوع يلي تأسست على جبل التطويبات هي الطوبة يلي بيعطيها يسوع يلي بيقول نياله، يعني نياله يلي بيدخل بمملكتي. والإنسان اللي بده يدخل بمملكتي بده يتحلى بأربع صفات، مثل ما بتدل كلمة طوبة. حرف الطه بده يكون طاهر، حرف الواو بده يكون وديع، حرف البي بده يكون في عنده بركة الله بحياته، حرف الألف بده يكون في عنده اكتفاء بنعمة الله، يشكر الله على كل شيء عم يعطيه. بالوقت يلي مملكة العالم العكس تماما. كيف يكتسبهم الأساسات الأربعة؟ أكيد الأساسات، بقدر ما أنت الإناء ينضح بما فيه، وبقدر ما أنت قريب من يسوع، بقدر ما أنت تحصل عم على نعمة عم بتعيش يسوع بحياتك، أنت عم تنتلي من يسوع. وطالما أنت عم تنتلي من يسوع أنت قادر أنك توصل يسوع للآخرين. إذا أنت ما بتعرفه ليسوع، وللأسف هيدا هو الشيء اللي نحن عم نعيشه اليوم، إنه ما بقى في معرفة ليسوع. وأنا عامل شغلة مهضومة على التلفزيون، العلاقة بين السلولار وبين الإنجيل. يعني شاب
حاطط السلولار تبعوله، التليفون صار جزء من حياتنا اليومية، حاطط السلولار تبعوله، حاطط حاطط الإنجيل، وبيروح على البيت وبينسى السلولار والإنجيل، بيصير في حديث بين الإنجيل والسلولار. فسلولار بيقول له للإنجيل هلا بده يجي ياخذني لإلي، وأنت بده يذكرك على الرف. وللحقيقة بنشوف إنه الشاب بيجي بياخذ السلولار وبيترك الإنجيل وما بيطلع بالإنجيل. فمشان هيك اليوم في طوبى العالم وفي طوبى يسوع. مشان هيك يسوع لما بتطلع بيسوع بتشوف انه تكلم كمان له سلطان، قيل لكم اما انا فاقول. يعني يسوع المسيح لما انحكي بالطوبة اللي اعطاها نقد طوبى الارض يلي قايمه كمان على اربع اسس، يلي قايمه على الطمع، على الواسطه، على الباطل والبرتيل، وعلى الانانيه. فاجا يسوع وقال لك انت يا هالانسان انت حر انك تختار، بدك تكون معي، بدك تكون طاهر، بدك تكون وديع، بدك تكون في عندك بركتي، وبده يكون في عندك اكتفاء بنعمتك. بدك تكون من طوب العالم، يعني بدك تعيش بالطمع، بالوسطى، بالباطل والبرتيل وبالأنانية، انت بتختار. يعني هون قديش لازم يكون عندنا هيدا الالتزام تنعيش الطوبة يسوع. من الالتزام اصلا نحن الالتزام اخذناه، الالتزام بالعلاقة، يعني في استمرارية، ما تكون بس لمصلحة معينة. ليك الالتزام انت اخذته بمعموديتك، انت بمعموديتك متت عن هالعالم، لانه الانسان بيخلق ثلاث مرات، في عنده ثلاث ولادات. الولاده الاولى اذا بتيجي بتطلع بتشوف انه كل الناس بتضحك هو بيبكي، يلي هو من بطن امه. الولاده الاولى كل الناس بتضحك وبتنبسط وهو بيبكي لانه فايت على عالم غريب. الولاده الثانيه كل الناس بتضحك هو بيبكي، واذا ما بكي بيقرصوه لما بالمعموديه لما بيتعمد. فعلا بالمعموديه كل الناس بتضحك هو بيبكي. والولادة الثالثة هو اللي بيضحك وكل الناس بتبكي لما بيكون عم بقدام بقدام قدام ربنا يلي هو الانتقال. فانت بهال الازمنة يلي بتعيش على الارض بولادتك الاولى وبولادتك الثانية بدك تكون عم تتحضر للولادة الثالثة. قديش انت بتنتلي من يسوع، قديش انت بتقدر انك توصل يسوع للآخرين. قديش عنا هيدا الوعي انه نكون عنا هيدا الالتزام بحياتنا اليومية، وخاصة بوقتنا الحاضر. قديش بيرفادي عم بيلاقي هيدا الالتزام موجود مع الشبيبة ومع الجمهور عامة؟ ليك هلا الالتزام لما بدنا نحكي نحن على الالتزام بدك تحكي عن كل الناس، انه في ناس عندهم التزام وفي ناس ما في عندهم التزام. يعني اليوم اذا انت بتجي بتطلع بعقل الانسان، الانسان بعقله عقلك يعني لما بتخلق انت بالحياة علميا يقال انه انت عقلك ونتابولا رازا، عقلك محلوق ما في عندك ولا اي معلومه. داتا فاضي، مضبوط، داتا فاضي صحيح، اذا بدك كمبيوتر برينيو. فاذا انت معلوماتك منين بتجيبها؟ معلوماتك بتبلش تتحسك براسك من امك، من بيك، من المجتمع، من جيرانكم، من المدرسه، من الاشخاص اللي حد منك. بتبلش تحس انت انه في شغلات عم تتغير بحياتك، شخصيتك بلشت تتبلور. امك بتقول لك اول مره هيدي الصوبيا ما فيك تقرب لها، ما فيك تقرب، لا اح. فاذا اول مره، ثاني مره، ثالث مره الفكره تنزرع وين؟ تنزرع باللاوعي عندك، باللاوعي عندك. فاذا مشان هيك بنشوف نحن نفسيه الانسان وين كانت قبل ما تدخل السوشيال ميديا، واول ما يدخل الاعلام، واول ما يدخل التلفزيون، ونفسيه الانسان وين صارت. اليوم نحن في عندنا حرب بارده، لانه صار في حروب بالشرق، ومن خلال هالحروب يلي صارت ما قدرت امريكا انه تربح بشريا اذا بدك. فالحرب يلي بدها تعملها هي حرب بارده. هالحرب البارده اللي بدها تعملها على اي صعيد بدها تقوم بحرب؟ هالحرب بدها تعملها على بارد. صعيد العقل، على صعيد عقل الانسان حتى تسيطر على الانسان. يعني اليوم انت لما بتحكي بالصهيونيه العالميه، الصهيونية العالمية في عندها مخطط. هالمخطط هيدا انه تخضع كل الشعوب، انه تقسم كل الشعوب، من منطلق انه انت قادر انك لما بتضعف ولما بتقسم انت قادر انك يعني تنتصر. مبدا فرق تسود هيدا بعده مستمر لحد اليوم 100%. هيدا المبدا يلي بنشوفه اليوم ويلي منتشر اليوم. التفرقة كيف عم بتكون؟ التفرقة عم بتكون على كل الأصعدة. اليوم حتى بقلب العائلة صار في تفرقة. الأم والباي والولاد حتى لو لكانوا موجودين مع بعضهم، كل واحد عايش بعالمه. حتى لو لكانوا قاعدين وبكرة على عيد الميلاد وبدون يجتمعوا،
حتى يعيدوا مع بعضهم بدك تشوف انه كل واحد منهم على السيلولر تبعه، كل واحد عايش بعالمه، العوالم يلي نحن عايشين فيها، العالم الرقمي يلي عم يخدنا لعنده، منصدق نحن انه في عنا فريندز. هالفريندز هودي وهميين، واحد ما بتعرف من وين بيبعت بيقول لك انه بسموهم الجيش الالكتروني. منصدق نحن انه هالشغلات هاي. في بعض الاغراءات تعرض على من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الماده الثروه، بس تنضم لجماعات معينه. ما هيدا اللي عم على الـ الانستغرام مسج. هيدا الشيء اللي عم يضرب، يلي عم يضرب عقلك، وهيدا الشيء اللي عم بيوصلنا للشيء اللي نحن موجودين اليوم. وعلى طول نحن بنشوف انه في تاخير من قبل الكنيسه، بس دائما بنحط الحق على الصهيونيه والصهيونيه العالميه، انه هي عندها مبدا الفرق اكتسد تسيطر على عقول العالم. بس شو نحن شو عم نعمل؟ بعمل لك في ضعف، في ضعف عند الانسان. وين الضعف؟ وين موجود اول الضعف؟ شيء الضعف بلش بالكنيسه، لانه الكنيسه على طول تاخرت. اذا بترجع للتاريخ بتطلع وبتشوف انه وقت اللي بلشت الجرايد الكنيسه كانت ضدها. وقت اللي بلش التلفزيون الكنيسة كانت ضده، وقت اللي بلشت الراديو الكنيسة كانت ضده، وقت اللي بلشت السينما الكنيسة كانت ضده. فإذا كل شيء جديد أول شيء بيكون نقزة بالنسبة لرجال الدين. ولما عملوا المجمع الفاتيكاني الثاني سنة 1965، لما حكيوا عن وسائل الإعلام بيقولوا لك إنه الآباء كانوا تعبانين، وحتى ياخذوا موضوع هين بالنسبة لإلهم أخذوا وسائل الاتصالات الاجتماعي، وهذا بالمجمع الفاتيكاني الثاني. ما عم نقول شيء مش مزبوط. فإذا انطلاقا من هون اليوم الكنيسة بلشت توعى. قديش بلشت توعى ما بعرف. مشان هيك نحن محتاجين انه يكون في عنا بعض الوسائل الإعلامية الكنسية. يعني اليوم لما بتجي بتطلع بتشوف انه بابا روما صار يطلع على تويتر. بابا روما ليش؟ لأنه حست الكنيسة انه في كم من الشر عم يقدر انه يفوت على عالمنا، عم يقدر انه يشرزم ولاده ويبعد ولاده. حتى المجمع الفاتيكاني الثاني بيدعي الآباء انه يدخلوا بوسائل الإعلام، لقوا أصحاب الإرادة صالحة. بس اليوم الكنيسة نزلت على السوق، نزلت على الأرض، نزلت على المعركة، نزلت بقوة. هلأ نزلت من بعد ما كان الشر بلش يتشبث بالناس. يعني إذا أنت بتفوت على الفيسبوك، بس أنا بقول لك خبرية واحدة، إذا أنت بتطلع وبتعمل فضيحة، قديش في ناس بيعملوا لك شير؟ وإذا أنت بتطلع بتحكي عن يسوع ممكن المسيح ما تكون صحيحة. وإذا أنت بتطلع بتحكي عن يسوع قديش في ناس بيعملوا لك شير؟ شو النسب؟ فإذا هيدا شو معناته؟ معناته إنه بالسبكونشس تبع الإنسان، باللاوعي تبع الإنسان، الإنسان صار ينبش على الفضيحة. الإنسان صار ينبش على الشيء البشع، وبطل الإنسان ينبش على الشيء الحلو. فإذا أنت بدك ترجع تعمل برمجة جديدة لعقل الإنسان، وأعني ما أقول بكلمة برمجة، لأنه عقل الإنسان مبرمج. انت لما بتشوف على وسائل الاعلام بتشوف كل الوقت بيحكوك عن مسحوق غسيل. لما بتروح انت على السوبر ماركت بتاخذ مسحوق الغسيل، ليش؟ لانه مسحوق الغسيل فات بالسبكونشس، صار في ماركتينج، صار باللاوعي عندك، فات باللاوعي عندك. انت لما بتفوت وبتبرم بين مسحوق الغسيل بتشوفه بيوعى اللاوعي عندك وبتاخده. فاذا عقل الانسان هالقد قادر انه يكون مبرمج، انت قادر انك توجه الانسان، توجهه ايجابا. واليوم انت صارت صعب عليك كثير، لانه في عده افكار عم تنبث ضد الكنيسه، في عده افكار عم تنبث ضد رجال الدين. كل واحد صار معه تلفزيون، بطلوا مضطرين انه يشوفونا على التلفزيون. هون كل واحد معه تلفزيون بايده، قادر يسب اللي بده اياه، وقادر يعمل الأمة. انت ما مش قادر انك تقول شيء تحت عنوان انه هيدي الاعلام، حريه الاعلام ما فيك تدق فيها. يعني قديش الفرق صار هو تلفزيون، صار هو اعلان، واعلان بحد ذاته تيظهر للعالم شيء الحلو وشيء البشع. صح. يعني انا غايتي شو بتكون في اظهرها، في يكون شخص ايجابي وفي يكون شخص سلبي. المهم انه يكون عند الكنيسه هيدا الوعي، انه واهميه السوشيال ميديا والوسائل التواصل الاجتماعي اللي تستخدمها يعني لمصلحتها ولخير الجماعة يلي هي عم تنشأه. يعني قديش مهم انه يكون في هيدا الوعي. هيدا الوعي هو شيء كتير مهم، هيدا الوعي شيء كتير مهم يعني. ومن المفروض انه نحن نعاله، ومن المفروض كل رجل دين انه يتعلم اعلام،
لأنه الإعلام يعني حضرتك مع تعدد وسائل الإعلام والمسيحية وأكيد كان الشاشة أو المواد، لأنه ما حدا بيشبه الثاني. ما حدا بيشبه الثاني. أنتوا هون ما بتشبهوا تيلي لومير، ما بتشبهوا مريم، كل واحد في عنده تفكيره، مثل ما أنه الرهبانات بس الهدف واحد 100%، مثل ما أنه الرهبانات ما بيشبهوا بعضهم، كل واحد في عنده قانونه، بس أنه التوجه تبعوله هو توجه يسوع المسيح واضح. بس كيف أنت بتوصل ليسوع المسيح؟ كل واحد في عنده طريقته. أكيد المرسل اللبناني طريقته بالتعامل وطريقته بالوعظ وطريقته بالتفكير غير الكاثوليك أو غير المريمية، كل واحد في عنده الوجهة تبعيته. حتى مع الشخص يعني الأب فادي ثابت هو غير شخص بينتمي لنفس الرهبنة أو دايما صحيح في هيدا الشيء عام لكل الرهبان. ما حدا بيشبه الثاني في يعني طريقة، ما حدا بيشبه الثاني. إنه بالنهاية نحن بنمزح مع بعضنا ونقول إنه إيه الله خلقك وكسر قالب، صحيح. يعني اثنين بيكونوا برحم واحد، بتطلع بتشوف إنه فيهم شغلات كتير. حتى مسيرة الإنسان بعلاقته مع الله هي مسيرة شخصية، منا مسيرة عامة. يعني ما في أنا اللي بينطبق على الأب فادي ثابت ينطبق على شرب السعادة. يعني فيها هيدي الميزة، فيها الميزة أو كلهم فيها الشمولية؟ لا لا، ما في شمولية. ربنا بيقول لك قبل أن أصورك في البطن عرفتك. يعني بيعرف ربنا، بيعرف كل واحد وبيعرف تدبير كل واحد. هلا أنت قديش بتمشي مع تدبير الله، هيدي شغلة بترجع لإلك. بس انه ربنا مش عامل كوبي كونفورم لكل الناس وكل الناس كوبي بيست وكل لازم يكونوا بهذا النمط وبهذا الاطار تمشوا. لا، كل واحد في عنده، ربنا بيحترم حريتك وبيحترم كل انسان مثل ما هو. انت في عندك ميزتك وانا في عندي ميزتي، انت في عندك نظرتك للحياه وانا في عندي نظرتي للحياه. والحلو انه انا وياك نكون اثنيناتنا عم نشتغل حتى يكون الله عم يوصل، وهذا هو الشيء المهم والشيء الأساسي بحياتنا. أب فادي ثابت، شو الهدية اليوم اللي بيقدمها أب فادي ثابت ليسوع؟ ما بتصور في أحسن من أنه أقدم له حياتي وكرس حياتي من جديد لإله. لأنه أنا على طول بقول أنه أنت لما بيجي واحد بيعطيك هدية، هذه الهدية بتنبسط فيها وبتخبيها أنه هذه الهدية لإلك، إلا يسوع. يسوع هو الهدية المفتوحة، يعني ما فيك أنت تعطيه تخبيه لإلك. لازم تعطيه لغيرك. الويل لي إن لم أبشر، ما بولس بيقول. فإذا يسوع هو الهدية، نوجد يسوع حتى أنت تعطيه لكل الناس. وكيف بدك تعطيه ليسوع؟ من خلال ذاتك. البابا يوحنا بولس الثاني بيقول إنه يسوع بيقول له للكاهن أنا محتاج لإيديك، لأنه من خلال إيديك أنا بحضر بين الناس، وأنا الناس بيتناولوني، وأنا بقدر انه اوصل لهالناس. فقديش حلو انه انا اكون عم كرس حالي من جديد بعيد الميلاد ليسوع واقول له ها انا ذا ارسلني. يعني انا مستعد انك توديني، انا مستعد انك تخليني اشهد لك اكثر واكثر. وبتصور هذا هو الشيء يلي نحن قادرين انه نعمله، هذا هو الشيء يلي طلبه منا يسوع. كل واحد فيه يقدم هيدي الشهاده؟ اكيد كل واحد، حتى الولد الصغير بيقدر انه يشهد ليسوع. بيشهد ليسوع كيف انت بتربيه، كيف انت بتحاول انك تدخل له الافكار الايجابيه براسه. الام قادره انه تعيش امومتها، البي قادر انه يعيش ابوته، الشاب قادر انه يعيش شبابه مع كل واحد في طريقته. الطرق كثيره، بس الطرق كلها بتودي للاساس. شو شو الغايه النهائية اللي نحن لازم نوصل لها بهيدا العلاقة؟ الغاية أنا مر أغسطينوس بيقول لك إنه أنا نفسي ما بترتاح إلا لما بتلتقي فيك. نفسي أنا بترتاح لما بتلتقي بالله، إنه أنا في عندي عبور عم عيشه بهالحياة، في عندي وقت عم عيشه بهالحياة، إنما هالوقت هيدا بالنهاية كله في عذاب، في مشاكل، إلى أن أرتاح بالله. لما بتوصل انت للولادة الثالثة يلي فيها بدك تبتسم، فيها بدك تفرح، لانه هيدي هي الولادة يلي بتقربك من الله. هيدي هي الولادة يلي بيحكي عنها مربورس وبيقول لك هونيك ما بقى في حجاب، هونيك بتشوف وجه الله وجها الى وجه. هيدا هو الجمال يلي انت بتكون مشتاق انك تتلاقى فيه، والشيء هذا ما بتشوفه الا لما رسالتك تنتهي
على هالأرض. أنا كاتب شغلي بقول يلا تنطلع عالدني، يلا تنطلع عالسما مشوار، لم الورود ونقطف الأزهار، نشوف السعادة ناطرتنا فوق، ونحس إنه بقلبنا في شوق، وإنه الدين إنه الحياة بهالدنيا مشوار، إنه الحياة بهالدنيا مشوار. بالنهاية كل شيء بينتهي، المهم إنه نحنا نصير موجودين فوق مع الله. المهم إنه يكون هيدا المشوار في فرح وسلام. بعشقة العيد قديش العالم عم تعيش هيدا الفرح والسلام؟ هلا معطر العالم انه الوضع اللي موجود، العجقة في عجقة، بس انه مين عم بيعيش السلام؟ مين عم بيعيش السلام؟ ما حدا. مين عم بيعيش السلام؟ ما حدا. يعني انه سمعنا انه في بحلحلة، وسمعنا انه في ملايين دولارات عم تنكب للزينة، منيجي منطلع انه هالملايين دولارات لو انعطت للناس بتصور افضل، ومش عم نشوف زينة. مش عم نشوف زينة، يعني اذا بتمرق على الاوتوستراد ما بتشوف زينة، ما بتشوف الزينة اللي كنا نشوفها قبل. فصحيح في عجقة، وصحيح في 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 ناس بتشوفها، بس المولات بتشوفها مليانة، هيك بخبروني، بس انا ما بروح على المولات، بس ما كتير مليانة هالايام. بس مين عم يشتري؟ مين عم يشتري؟ ما حدا عم يشتري، لانه الناس الوضع الاقتصادي حرج جدا. ايه، والنفسي. الاقتصادي والنفسي، ما هو بده ينعكس، يعني كله بياثر على كله مثل ما بيقولوا. ايه، وبيعدوك انه هديه الميلاد، انه هديه الميلاد الوزاره اللي بدها، على امل بكره يصير عندنا هديه للميلاد. لا، بس هديه الميلاد بتصور مش هيك. هديه الميلاد لما بتطلعوا بالناس، وبتطلعوا بالانسان الفقير، وبتطلعوا بالاشخاص اللي عم بيموتوا على باب المستشفيات، وبتطلعوا بالاشخاص المكبوبين تحت الجسوره، هيدي هديه الميلاد يا مسؤولين. مش هديه الميلاد وزاره كان لازم تكون مشكله من سبعة اشهر، هلا اني جايين عم تربحونا جميله فيها، انه هيدا عم تربحوا العالم جميله، انه عم تقولوا لهم ايه شوفوا نحن شو قوادم، ونحن شو كويسين، نحن مش رح نمرق عيد الميلاد بدون ما نعمل لكم هديه. ايش هالهديه هيدي؟ كان لازم تعملوها من ست اشهر، ما تفقروش العالم وتوصلوه للحاله يلي هني موجودين فيه. ممكن حالة التذمر اللي عند الشعب والعالم الموجودة حاليا بمحلات حست السلطة في خطورة معينة، ايش بدها تحس؟ في تحرك معين، السلطة او ما عم بتحس. السلطة ما عم بتحس، السلطة ما عم بتحس، السلطة ما عم بتحس. المشكلة بالناس، الناس يلي صاروا كل الوقت على اعصابهم، يعني اذا بتوقف ثانية بتشوف مليون زمور بيزمروا لك، الناس معصبة، الناس بحالة ستريس مش طبيعي. هالستريس هيدا اخر هم بالنسبه لهم، لانه هن في عندهم شوفور، هن في عندهم خدم، هن في عندهم قاعدين مبسوطين ومرتاحين، اولادهم عم يتعلموا باحسن جامعات، كل شيء تمام بالنسبه لهم. بس المشكله هي مشكله الشعب، المشكله هي مشكله الناس. والماس ميديا اذا بدك يلي بتحاول انه تجيش القصه ضد الكنيسه. الكنيسه 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 الكنيسه، في حرب. شو الرسالة اللي بتحب تقدمها بيرفادي بالفقرة الأولى ونختم فيها فقرتنا الأولى؟ أنا الرسالة اللي بدي أقولها، أول شيء بدي أتمنى للناس أعياد مباركة، وبالنهاية نحن أولاد الأمل وأولاد الرجاء، ولازم يضل في عندنا شغلات إيجابية على طول بحياتنا، رغم العجقة والسوداوية، رغم التشويه. إيه، رغم السوداوية اللي بتكون موجودة، نحن لازم نبقى أبناء الرجاء وأبناء الأمل، ونكون أشخاص متأملين بأنه الحياة أفضل، ونكون إيجابيين بنظرتنا للحياة. وأكيد إن شاء الله هالعيد هيدا يكون عيد خير وبركة على كل الناس، على الفقير وعلى الغني وعلى الأمير وعلى الفقير وعلى كل الأشخاص. أمين. بيرفادي رح نتوقف مع بريك هلأ، ونرجع نتابع بفقرتنا الثانية ونحكي عن آخر أعمالك الفنية والمسرحية. أعزائي المشاهدين، بحب أذكركم أنه فيكم تتابعونا على الويب سايت www.nursat.tv اختيار فضائية نور الشرق البث المباشر، وكمان فيكم تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتويتر ويوتيوب. نتوقف مع بريك ونرجع لنتابع فقرات برنامجنا.
مرحبا عن جديد أعزائي المشاهدين بفقرتنا الثانية من برنامج نور جديد عبر فضائية نور الشرق، وضيفنا المميز الأب فادي ثابت. أب فادي، شو قصة العلقة الجديدة؟ العلقة الجديدة هي مسرحية، يعني نحن كل سنة بيكون في عنا مسرحية. سنة مسرحيتنا بتحكي عن الأقنعة، بتحكي عن الأقنعة اللي موجودة بالحياة، وبالنهاية كل واحد منا مرات كثير بيلبس قناع وبينسى أنه هو حلو مثل ما الله خلقه. يعني منطلع على طول على الخارج ومننبش كيف بدنا نلفت النظر للأشخاص البشريين بالوقت يلي نحنا نشلح وجهنا الأساسي يلي ربنا عطينا إياه وقالنا أنتم حلوين هيك مثل ما أنتم. فهيدي إذا بدك الفكرة الأساسية من مسرحيتنا على الجديدة. بتختلف المسرحية على الجديدة عن علقة وعلقناها، غير إطار. إيه هلا اثنيناتهم كوميدي. اثنيناتهم كوميدي واثنيناتهم مسرحيات بيضحكوا، اثنيناتهم حاملين رسالة. مسرحية علقة وعلقناها هي مسرحية بتحكي عن الكنز يلي موجود بقلبك، قديش مهم انك تحافظ على الكنز. في جوهرة سرقوها. في جوهرة، صحيح. لا، مسرحية علقة وعلقناها هي مسرحية بتدق فينا أكثر بعالمنا. هي القصة تبعيتها قصة رئيس بلدية كان عايش بأفريقيا ومجمع مصريات وما حدا بيعرف كيف، بعدين ببين وبيجي على ضيعته وبيعمل رئيس بلدية وواعد الناس بمشروع، وهالمشروع هو مشروع كتير مهم بس بده يفوت بشقفة للوقف، وبده ياخد شقفة الوقف. وبتعرف انت انه بالوقف لما بنحكي عن الناس اللي بيعطوا الوقفية بيكون في لها نية، بيسموها نية العاطي. فالكنيسة ما بتقدر انه تغير بنية العاطي، وهو عم يوعد الناس وبيقوم الناس ضد الكنيسة مثل ما عم نشوف بوسائل الاتصالات الاجتماعية. انت لشو بدك المال، وانت لشو بدك الارض، وانت وشو بدك تخليهم لاولادك، ما بعرف شو هالكلمات يلي بنسمعهم يلي الناس بيقولوهم للكنيسة. فالخوري يلي بيكون موجود بيكون ضد انه يروح شقفة الارض، لانه شاكك بالمشروع انه في شيء مش مزبوط. رئيس البلديه يلي بيلعب دور وجيه صقر بيدخل مع شخص كان محبوس وبيطلب منه انه يعمل بلبله بقلب الضيعه، والبلبله بتدق بموتى الرعيه يلي هي الاساس. بتعرف انه اليوم نحن الموتى شغله كثير مهمه بالنسبه لنا. فبيعملوا قصه بـ 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 بالمدافن وبيتهموا الخوري وبتنقص بالضيعه. بس هذا الشخص بده قديش هالمسرحية بتنقل واقع معين وحقيقة معينة عم نعيشها؟ أكيد، ما عم أقول لك هي من واقعنا، لأنه المسرح إذا ما كان من الواقع مشكلة. يعني ما بينجح. فهذا الشخص صار بده حق الشيء اللي عمله، حقه كان بده يتجوز بنت رئيس البلدية. بس في منطور زلمة بسيط اندلفت بيشتغل عند رئيس البلدية، عند الأبونا، بيحبها لبنت رئيس البلديه، وهي لا بتحب هيدا ولا بتحب هيدا، لانه هيدا خريج حبوسي وهذا زلمه بسيط فقير. بس اختها يلي يعني عمرها 11 سنه بتكون بتحبه لمنطور، لانه شافت بمنطور شخصيه، يعني شافت فيه حنان الام وحنان البي، لانه هي اما ميته، وبعدين بنعرف ليش اما ميته، وبيا مشغول بالصفقات يلي عم يعملها ما معه وقت لها. فشافت بهالشخص هيدا انه انت فيك حنان الام وفيك حنان البي، انت لازم تتجوز اختي. كيف لازم يتجوز اختها؟ بيعملوا لعبه. هاللعبه هيدي عمته بتكون هي مقدمه شقفه الارض، بتقول له ليش مش انت بتكون عمتك؟ فبتتفق هي ومنطور انه منطور يكون عمته. بالوقت يلي رئيس البلديه بيكون دق لعمته لمنطور وطلب منه انه تيجي على لبنان وحضر لها استقبال، وبيتفاجئ انه العمه صارت موجوده وبتخبص. بتخبص القصه لعبة على اساس صغار، لعبة على اساس اثنين بسطة عملوها، بس انتشرت بالمنطقة كلها سوا وصارت قصة كتير كبيرة. ما بنعرف وين بتبلش ووين بتنتهي، صحيح. وكيف حلتها ووين العقدة ووين الحل. بس اكيد المسرحية هي مسرحية ساعتين من الضحك المستمر. هيدا النوع من
من المسرح الكوميدي. شفناك بعلقة وعلقناها وهلأ بعلقة جديدة. عادة مسرحيتك هي بتكون أكثر تاريخية. كان في الحياة الجوزية. حياة الزوجية و... الحياة الجوزية علقة وعلقناها وعلقة جديدة. هودي المسرحيات الفوت وفي ثورة شعب كمان. لا بس هودي والحرم الكبير هودي تاريخي. استعراض. بس استعراض. لك أنا الأنواع يلي أنا حاولت إنه أشتغل كل أنواع المسرح. اشتغلت تراجيدي، اشتغلت تراجيدي كوميدي، اشتغلت المسرح الاستعراضي، اشتغلت المسرح الكوميدي الاستعراضي، اشتغلت المسرح التاريخي الاستعراضي، اشتغلت المسرح الفودفيل، كل يعني كل انواع المسارح. لانه انا في عندي شغله كثير مهمه، ما بحب انه يصير في رتابه بمسرحي، في روتين معين. يعني مجرد انه نحن جايين حتى نشوف ابونا فادي، يعني نحن عم نشوف رتابه معينه بالمسرح تبعوله. كل مره بنحاول انه نخلق شيء جديد، نخلق نمط جديد من المسرح حتى يكون عم يوصل للناس. هو هي مسرحيه كوميديه ساعتين متواصله فورير. يعني انه في فرق بين واحد يعمل يضحك، في فرق بين تسمع الفورير يعني انه من خلال المسرحيه. بيرفادي وين عم تلاقي حالك اكثر، بالمسرح الكوميدي او المسرح التراجيدي او المزيج؟ لكن المسرح هو مسرح. هلا بدك تشوف الناس وين بتلاقي حالها. نحن بلبنان في عنا فقر للمسرح. يعني المسرح هو ثقافة. قبل ما نتابع بيرفادي خلينا نشوف البرومو تبعول المسرحية الجديدة. علقة جديدة، مسرحية كوميدية اجتماعية للأب فادي ثابت، بطولة ريمون صليبة، بالاشتراك مع وجيه صقر، بشير مارون، الطفلة كيندا فواز، مهب طيش، نوال زيادة، عبدو سقيم، ونخبة من الممثلين على مسرح جورج الخامس أدونيس. ابتداء من 1 تشرين 2. للحجز والضمان 09-917-917-03-481-426 09-220-526. مثل ما شفنا البرومو تبعه للمسرحيه الجديده، وين بيرفادي عم بيلاقي حاله اكثر شيء؟ المسرح هو مسرح. انه ما فيك تيجي تقول وين بتلاقي حالك. اكيد لما بتحكي عن مسرح استعراضي في عندك 100 ممثل على المسرح غير، اكيد انه بس بدك تشوف انت اليوم الناس شو بدها. اليوم الناس بدها تضحك. بعدنا عم نقول بالقسم الاول انه الناس ممكن الكوميديا بتلاقي استقطاب اكثر من الاعمال الاخرى التاريخيه. أكيد تستقطب اكثر، وبتستقطب الشبيبه. وهذا الشيء يلي اكتشفناه، انه الشاب والصبي اليوم ما بهمه كثير اذا جيت انت خبرته عن مير بشير، او انت جيت خبرته عن انه بثورة النساء كان في عنا بطركين بالكنيسة المارونية. هودي شغلات ثقافية، والمسرح هو ثقافي. فنحن بوقعنا الثقافي شوي شوي، يعني العالم تعباني، صارت بعيدة عن الثقافة. مش بعيدة عن الثقافة. لا ما فيك تقول انه الشعب مش مثقف. الشعب مثقف، بس الشعب بده يعني لما بده يروح على المسرح بيقول لك انا رايح عم بقطع تيكت، انا رايح بدي اضحك. يعني دائما الضحك بنشوفه عاده مرتبط بالمسرحيات الكوميديه اللي بتحكي عن من الزنار ونازل سفاهه. اي صحيح. قديش بيرفادي بعيد عن السفاهه وبعيد عن الزنار ونازل تضحك، وقديش صعب تضحك الجمهور. هيدي المرجله. اي هيدي المرجله، انه باشياء مش من الزنار ونازل تاني. صحيح. هيدي المرجله، لانه انت بساعتين عم بتعيش فورير. يعني فورير معناتها جنون بالضحك، مش انه بسمه. في عندك ساعتين انت وما في كلمه، ما في كلمه برات القانون مثل ما بيقولوا. وهيدي صعبه، هيدي صعبه. يعني اليوم بنجي بنطلع بالمسرح وبتشوف انه المسرح معناتها لما بدك تكب نكته، معناتها بدك تكب نكته وتكون معنا. وهون اكيد بتصير الصعوبه اكثر، انك تضحك الناس
بمجرد كلمة عادية، بمجرد كلمة عادية، لأنه في عندك عدة أنواع من الموقف بدك من الكوميدي، بدك الواحد يعرف إنه يستعملها. في عندك كوميديا الموقف يلي هي شغلة كتير مهمة يلي أنا بشتغل عليها، وفي عندك الكوميديا الثانية يلي هي الحركة الجسم، حركة الجسم body movement، حركة الجسم يلي بتلعب كمان دور كتير مهم بالكوميدي. وأكيد بدك تعرف أنت كيف تعمل إخراجها، بدك تعرف أنت كيف توصلها لقلب الناس، لأنه في شعرة صغيرة بين إنه الواحد يكون كوميديان بين الواحد يكون سائليان على نفس الآفية. أوقات كتير بتكون سائل، يعني إذا ما عرفت إنك تكون كوميدي الناس بتحبك معناتها أنت سائل. الناس بتفشل وبتفشي العمل كله سوا. بارفادي، صار في افتتاح لمسرحية على الجديدة؟ صحيح، نحن مسرحيتنا بلشنا فيها بنوفمبر، بأول نوفمبر، وب 13 ديسمبر كان الافتتاح الرسمي مع سيدنا البطرك. وكمان سيدنا البطرك والمطريين، وكان في كيف كانت الأصداء؟ كتر خير الله، الأصداء كانت كتير حلوة، كان فيها ضحك كتير، كلمة البطرك كانت كتير حلوة مثل العادة، البطرك بيشجع المسرح، وكمان رجعت عيني من أول وجديد على خشبة المسرح للرسالة الحلوة يلي عم نقدر إنه نعملها من خلال المسرح ومن خلال إيصال كلمة الله. رح نسمع سوا كلمة البطرك بخلال افتتاح مسرحيتك الجديدة. بونا فادي ردتولنا مش البسمة، الضحكة، ومن كل القلب. أبونا فادي، أنا بدي شدد لك دايما وباسم الكنيسة تقديرنا لعملك المسرحي، لأنه هيدا اللي بيبقى، هاللي منشوفه بعيوننا، نلمسه بأيدينا ومنسمعه بأذيننا، هيدا غير هاللي بنقرأ بالكتب. شكرا لك، ربنا يكون معك، تكفي هالخدمة العظيمة، خدمة المسرح. على كل حال، انتوا بتعرفوا المسيح الرب يسوع علم اكبر الحقائق علمها بالامثلة. اذا واحد بده يعمل مسرح، لو حابب المسيح يعمل مسرح، كان بيقول اول مسرحجي على هالمسرح، ولكن كل الامثلة علم فيها اكبر الحقائق هي خرج المسرح. ونفادي، شكرا معك لربنا على الموهبة حلوة، تكفي لقدام. انت ما بتعرف قديش عم تزرع خير، ما بتعرف قديش عم تزرع فرح بقلوب الناس، انت ما بتقدرش تعرف قدي عم بيبقى هيدي فينا وبقلوبنا وبخاطرنا. ربنا يكون معك وبارك عملك، وبدي هني جمعية المرسلين اللبنانيين اللي فتحت لك كل المجالات حتى انت تعيش هالكاريزما، كاريزما لمصاليبة، الكاريزما ربنا عطيك إياه. ربنا يكون معك، إن شاء الله بكون ميلاد مجيد وسنة سعيدة، وتحية لكم جميعا، بتمنى لكم للجميع ميلاد مجيد كله فرح وخير، والسنة الجديدة المقبلة كلها نعمة وبركة عليكم، على عيالكم، وعلى الوطن الحبيب لبنان. عشتم وعاشوا لبنان. بارفادي، قديش هيدي الكلمة أعطتك من الاندفاع تستمر بالأعمال اللي عم تقوم فيها؟ أكيد أنه بركة سيدنا البطرك هي شغلة كتير مهمة، يعني بالنهاية هو رأس الكنيسة، وهو البي، يعني أكيد قبل هالشي هيدا، يعني لما فت أنا بهالخط. هلا ممكن تكون واجهت بعض الانتقادات، رجل دين عم يعتلي المسرح وعم بيمثل وياخد ادوار هون، قديش هيدي القصص ما حطت من عزيمتك واندفاعك انه انت لا بدك تستمر وهيدي رسالتك؟ ليك يعني هودي على طول، انا بعض الموجودين هودي على طول انا برجع بقولهم انه بالنهايه انا تركت الدير ورجعت على الدير، وربنا الرئيس العام وقت رجعت قال لي الله بده منك شيء، وانا وقت اكتشفت الله شو بده مني، اكتشفت انه ربنا بده مني رسالة، هالرسالة هي رسالة مميزة. انا كنت قادر انه اكون برا، وكنت قادر انه امشي بالمجال،
بالمجال الفني ونعرض علي كتير عروض، إنما أنا قررت إنه أكون نجمة عم بتدل ليسوع المسيح. هذا الشيء صرت قايله أكثر من 100 مرة وبرجع بقوله، برجع بقوله بالنهاية إنه ما في إنسان بيمشي بخط إلا ما بده يلاقي صعوبات. يعني أنا وقت 83 وقت اللي وقفت ورا المسرح، وقت اللي وقفت ورا الميكرو، كنت أنت عم تعمل راهب خلال دراستك المسرحية أو عملت دراسة قبل ما تترهب؟ أنا وخوري درست. أنا سنة 83 وقت بلشت رتل وتلي المير شاهد وصوت المحبة شاهدي، ما كان في إلا أبونا فادي، ما كانوا يحطوا كيف ما يبرموا الناس يشوفوا أبونا فادي بالرسيد تبعوه. فاليوم لما بتشوف انه كل الفيديو كليبات صار في اشخاص من وين ما كان، وفي صار في فنانين وصار في خوارني كلهم عم بيرتلوا وخلقوا الغنية، من بعد ما خلقنا الغنية الروحية صارت خط بقلب الكنيسة، انا بفرح وبحس انه صحيح انا بيمكن بالاول لقيت الضربات، انما هالشي هذا صار خط بقلب الكنيسة. هلأ بمجال المسرح انا كاهي الوحيد بالعالم يلي اخذ هالخط هيدا، واكيد هالخط هيدا مش اخده لانه طلع عبالي، لانه جمعيتي ودتني على امريكا حتى اتخصص بهالمجال، وانا خريج جامعة هيوستن وجامعة هيرتفوردشاير يونيفرسيتي، وانا دكتور بهيدا المجال وانا استاذ بالجامعة اللبنانية بهيدا المجال. فالشغلات اللي عم بعملهم مش انه طلع على بالي انه اعملهم، في جمعية وراي، هالجمعية هي يلي موديتني وهي دعمتك. هي يعني عندك دعم جمعية المرسلين صحيح. وهلأ عندك مش هلأ على طول. سيدنا البطرك على طول، يعني كان من هو ومطران كان يدعم هذا العمل، كان يحضرنا 3 مرات واربع مرات، وهلأ هو وبطرك عم يدعم. فبالنهاية هيدا صار خط بقلب الكنيسة، في شخص يقبله في شخص ما يقبله، في شخص يحبه في شخص ما يحبه، مثل ما انه في صوت المحبه في ناس بيسمعوها في ناس ما بيسمعوها، مثل ما انه في تشاري هيدا التيليمير في ناس بيشوفوه وناس ما بيشوفوه. هيدا القبول بتلاقيه موجود عند او بتلاقي بعض الاعتراضات او بعض الاصوات اللي بتقول انه لا لازم يتوقف هيدا الشيء، مش هن اللي بيقرر، ما هودي الاصوات اصوات لالهم. اي بس هودي الاصوات اكيد بتكون بمحلات مزعجه، بس انت مستمر انه بالنهايه البرغشة بتزعجك بتزعجك، بس بالنهاية انت خلص بتبعد صوتك زعجني، بس بالنهاية مش هي اللي بتعكر لك مزاجك وحياتك، انه انت ماشي بخط وعارف انه اي خط انت بدك تعمله ما في حدا من كل الناس بدهم يقبلوك. اي خط اللي كان مش انت مش مارشاربل ما كان في كتير رهبان ضده وكان في كتير ناس ضده، رفقة كل القديسين، ما حدا يفتكر انه الحياة هيك يكون وكل الدنيا بدها تكون المسيح. ياما في ناس كانوا موجودين ضده، الفارسيين كانوا ضده، الصدوقيين كانوا ضده، الكتبي كانوا ضده، الواحد يعمل معه عجوبة بشوي بتشوفه انه صار ضده، انه بالنهاية هيدي الحياة وهيدا هو الانسان، انه انا تكون غير شكل لا يميني انا يعني تكون غير شكل المعلم هو ايه انه ميني انا حتى تكون غير وتعرض. شكل يعني. اكيد انه لابد من المشاكل، لابد من الانتقادات، في عندك الانتقاد بس الانسان ما لازم يوقف، ما لازم يوقف، في عندك الانتقاد ويستمر، في عندك الانتقاد البناء، في عندك الانتقاد البناء، وفي عندك الانتقاد الحسد. الشخص يلي بده يحسدك هذا مشكلته بتزيحه برغشه، بس الشخص يلي بحبك وبتحس انه الانتقاد تبعوله هو انتقاد بناء، لا لازم تاخذ فيه، لانه بالنهايه لا انت منك كامل، انت منك كامل وفي عندك اغلاطك، مثل ما انه كل انسان في عنده اغلاطه، مشان هيك نحن لازم يكون في عندنا قبول للانتقاد وحب وشكر للشخص. وهذا الشيء بتحكي الانجيل، بقول لك ان خطئ اخوك انت قرب لعنده واحكيه، ما فاهم جيب شخص واحكيه، ما فاهم جيب الكنيسه، بعدين ليكن عندك الكوساني وعشار. فاذا النصح الاخوي هو شيء كثير مهم بقلب الكنيسة، بس انه واحد يطلع. حبيت كثير مدام تابت المساج اللي قلته، قديشه عميق وقديشه حلو، قديشه حلو وقديشه بيطبق على حياة كل واحد منا. فبتمنى بنوجه لها تحية، اكيد تحية، بعدين بنت العائلة هيدي ايه الدم دحن
لا مش قصة الدم بحل الشيء اللي قالته شيء كتير مهم وشيء كتير حلو. حلو أنه تسمع على الشخص كتير حلوة طريقتها كتير حلوة لأنه شيء صايب بحياتنا بيصيب بحياة الإنسان قديش فيه لقلقة منجيبها لأنه نحن سمعناها وعارفين إنه هذا الشيء نحن عم نأذي الإنسان بس نحن بالنسبة لنا كول شغلة كتير كول وبعدني عم أقول لك إنه تعمل فضيحة على وسائل الاتصالات الاجتماعية وتطلع قديش في ناس بيعملوا لك شير وطلع احكي عن يسوع المسيح وشوف قديش بدك تلوث ايدي الناس حتى يعملوا لك شير حتى تحكي عن خير حتى تحكي عن يسوع. بفترة معينة فترة سابقة انعرض غنية وغنية مبتذلة وشافوا قديش نسبة الشير العالم توصل يعني نقلتها بطريقة كتير كبيرة فالحضرتك عم بتقوله بنسمع عليه انه وقتها نحكي عن يسوع قديش نحن عم نعمل شير لهيدي الاشياء بس ليك هو بتوعينا يسوع على يسوع بس ليك هو يسوع ما انه بحاجه لا مش لا اكيد بحاجه بس انه يسوع قال لنا انتم بدكم تكونوا الخميره ولا مره اشتغل على الكميه قال لنا انتم الخميره اللي بتشتغل بالكميه ساعتها بصير في كميه قال لنا انتم الملح انتم الملح هي اللي بيطعم الطعم كله سوا بيطعم الاكل كله سوا قال لنا انتم حبه الخردل يلي بعدين بتصفي مكان بتعشعش فيه طيور السماء فاذا نقى شغلات صغيره مشان هيك يسوع ما اشتغل على الاعداد قالنا انتم قادرين انه تعملوا الاعداد وهذا شيء مهم. شو النكهه اللي دائما بحب يوصلها الاب فادي ثابت من خلال مسرحيته وخاصه باخر مسرحيه يلي هي على الجديده ليك على طول شو الهدف شو الرساله شو المسج عم اقول لك انه على طول نحن بين المزح وبين الجد انت لازم توصل رسالة انه ما فيك يجوا العالم يحضروك ساعتين يضحكوا ويحملوا حالهم مش اخدين شيء زوادة وكتار ان المسارح هي اللي بتفوت العالم بتضحك انه وبتحمل حالها وبتفل طب شو المساج اللي بدك شو بدك تعطيني انا انه انا جيت لعندك دفعت مصاري وقعدت حضرتك شو بدك تعطيني في فرق بين المسرح اللي بده يصفي وعظ وكل الوقت تعدي 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 وفي فرق بين انت لما بدك تكب مساج صغير تقدر انت انك توصل للناس قلت لك انه بمسرحيتنا هيدي نحن عم نقول الكلام يلي عم بيقولوا الناس انه لشو الكنيسه بدها الاراضي وليش الكنيسه ما عندها اولاد بدها ليش مش انا احق بالارض يلي هن شغلات عم تنطرح بقلبي حتى نحن نوصل الرسالة انه الكنيسة هي ام واذا انت بدك المشروع الكنيسة بدها مين وراء للمشروع لانه نحن مرات كثيرة لما بنكون مش منتبهين هالمشاريع لوين عم بتروح منيجي منبيع ارضنا منبيع كل شيء وانا بقول بشكر الله انه بعد في كنيسة في عندها ارض ومحافظة على هالارض لانه لولا من الكنيسة ما عاد في حدا هون الكنيسة هي الام بتلم والكنيسة هي ام صحيح. هي بدها تلم شعبها واكيد المساج الثاني اللي بده يقوله انك تكون انت تكون وجهك حافظ على وجهك ما تطلع بالخارج لانه الخارج بيزول اليوم انت شاب عمرك 25 26 سنه بكره بصير عمرك صغرتني بكره بصير عندك 50 بصير عمرك 60 هلا انا صار عمري 51 سنه بتطلع بحالي العمر كله بتطلع بحالي قبل بشوف انا كيف كنت الانسان كيف عم يتغير كيف عم يتطور كيف عم يتغير وعم يتطور بس كيف عم يتغير الخارج تبعوله المهم قلبه ما يتغير هيدا البابا يوحنا بولس الثاني مات عمره 87 88 سنه وقلبه بقي شاب وهيدا هو الاساس قديش اهميه مقوله يا انسان اعطني قلبك 100% يعني دائما نقدم قلبنا للرب ومثل ما بيقولوا كمان اين كنزك اين قلبك يكمن كنزك 100% برفادي قديش لقيت مسرحيه علقه وعلقناها نجاح وقديش بتتوقع من العلقه الجديده تلاقي نفس النجاح مسرحيه علقه وعلقناها اخذت اصداء كثير حلوه يمكن لانه الناس كانوا معودين على برفادي بالاستعراض وجيت بوف هالنقلة هيدي عملت ضجة بالبلد واكيد مسرحية علقة جديدة عاملة ضجة كتير كبيرة بالبلد وكل الناس بيحكوا عنها مش لانه انا عملها بس كل الناس بيحكوا عنها يعني كان اصداء يا ريت معنا صور تشوفوا الافتتاح وتشوفوا الكوميك يلي كان موجود والضحك اللي كان موجود ساعتين من الضحك المستمر
قدروا الناس انه يعيشوا. يعني في اشخاص يقولوا بليز انه ما تم وجعنا وجعونا خسرنا. حلو إيه؟ هيدا الشيء تلاقي ردة فعل دغري على المسرح، تلاقي عم تقبض إيه؟ عم تقبض على المسرح. صحيح، ما هو الممثل يا بيقبض الزقفة يا بيقبض الضحكة. في هدف علقة بعتقد علقة وعلقناها طلعت لبرا؟ لا سافرتوا فيها او لا 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 مسرحية علقة وعلقناها ما سافرنا فيها. اخر مسرحية سافرنا فيها كانت الحياة الجوزية. الحياة الجوزية سافرنا فيها على استراليا. بعد منها مسرحية ثورة النساء كانت مسرحية كتير كبيرة فيها 100 شخص على المسرح، كان صعب كتير انه نتنقل فيها. وسنة الماضي علقة وعلقناها، صار في عنا مشكلة بالحجوزات بحجوزات المسارح، لازم تحجز قبل بسنة قبل فترة معينة. فان شاء الله منقول ان شاء الله سنة نقدر انه نتنقل فيها. شو مشاريع فادي تابت بعد المسرحيات؟ هل ممكن تكتب مسرحيات وما تمثل فيها او تشترك بمسلسل تلفزيوني؟ مسرحية الحياة الجوزية ما مثلت فيها. بالنسبة للبرامج التلفزيونية انعرض علي مسلسلات، اخر حبيبي اللدود يلي عم ينعرض على شاشة ال بي سي، انعرض علي دور، انما ارتقيت انا ومنى طايع الصديقة انه لا مش هيدا هو ابو نفادي، وانعرض علي عدد من المسلسلات، انما اذا بدي فوت انا بمسلسل بدي احس انه هذا المسلسل بده يضيف لابونا فادي شيء. في عندي سيت كوم هلا عم ينعرض على التشاريتي تي في وعم ينعرض على الاو تي في اسمه بيت جدة، بينعرض كل جمعه سبت احد. وهلا في عندي دراما عم نحضرها اسمها الوصايا العشرة، كمان تشاريتي تي في على تشاريتي تي في، واكيد رح بتكون على تلفزيون الثاني. بارفادي ثابت، شو المسج النهائي اللي بتحب توجهه اليوم؟ وقبل كمان ما نختم فقرتنا بدك تختار لنا آية من عنا، شو الرسالة؟ ويمكن من الآية بنستخرج الرسالة. يا رب طلع لي اثنين. إذن لشعب الله راحة مثل راحة الله، بعبرانيين 4:9. لشعب الله بدك العوينات؟ يا ريت، مش عم بقدر اقراها مضبوط، معي عوينات. إذن لشعب الله راحة مثل راحة الله. أكيد إن شاء الله يعني مثل راحة الله ما في، بس انه اكيد الانسان يلي بيكون عايش مع الله هو الانسان يلي بيكون عم بيعيش الراحة. كل ما الانسان بيكون قريب من الله، كل ما الانسان ببلش يحس انه الله موجود بحياته. ولما الانسان الله بيكون موجود بحياته ما بقى تعني له هالدنيا، وبيعرف انه هالدنيا هي ايام عم يمرق، زوال ايام عم يمرق او سنين عم يمرق. بالنهاية الحياة بتنتهي وبتبلش الحياة يلي ما بتنتهي. على هالأرض أنت بتترك ذكر، هالذكر ممكن أنه يكون عطر، وممكن أنه يكون دعسة علمت، وممكن أنه يكون دعسة علمت وتركت عطر حلو. فما تكون مرورك مرور الكرام، ما تكون مرورك مرور الكرام. حلو أنه أنت الحياة تحكي عنك والناس يحكوا عنك بالخير. هيدا الشيء اللي بقوله لحالي وبقوله لإلك وبقوله للناس وبقوله لكل حدا انوجد على هالأرض. نحن ما انوجدنا صدفة، ما حدا منا انوجد صدفة، أكيد ربنا تأوجدني بده شيء، وهالشيء بكتشفه أنا من خلال حياتي من خلال عيشي. ليش الله بده ياني؟ شو بده مني الله؟ هالشيء هيدا هو شيء كتير أساسي وشيء كتير مهم أنا على طول بفكر فيه. وبالنهاية بقول له تكلم يا رب فإن عبدك يسمع. العمر بيمرق والعمر بيتغير، إنما الرسالة بتبقى والله بيبقى موجود بقلبك. طالما الله بقلبك تقدر إنك تشع لبر. أمين. بشكرك فادي هيدا اللقاء المميز. أكيد نحن
بندعمك بكل الأعمال اللي عم بتقوم فيها، وبنتمنى لك كل التوفيق بكل الأعمال المسرحية والإعلامية وبكل المهام اللي أنت موجود فيها. الله يباركك ويقدسك. أعزائي المشاهدين، بنوصل لختام فقرتنا الثانية من برنامج نور جديد. فيكم تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستغرام، ويوتيوب. نتوقف مع بريك وبنرجع لنتابع فقرتنا الثالثة.